مسيرات تغير على قاعدة التنف الأمريكية، فيما يبدو ردا غير معلن على غارة تدمر الإسرائيلية الأمريكية ولسرعة الرد إن كان كذلك، دلالات تتجاوز جغرافيا الفعل ورد الفعل. فكما جاء الاعتداء في سياق أشمل كان الرد في سياقه الأشمل أيضا. يتجاوز الأمر محور المقاومة إلى تحالفات أوسع، وإن كان السياق الأقرب توتير لبنان أمنيا وسياسيا بالإعاز خارجيا وخلط الأوراق السياسية للعراق انتخابيا، لكن توقيت استهداف التنف بغير تبنيه كان بالتزامن مع زيارة إيرانية مهمة إلى موسكو. قد يكون تزامن الرد المفترض على الغارة الأمريكية الإسرائيلية مع وجود رئيس الأركان الإيراني في روسيا سياقا عالميا للمواجهة مع الولايات المتحدة، حيث التعاون الاستراتيجي بين الإيرانيين والروس في تنام ولا سيما عسكريا، وهو تعاون تشهد عليه تصريحات الجانبين. ولا يخفى أن هناك تضاربا في المصالح بين الروس والأمريكيين في غير بلد من النطاق الجغرافي لمحور المقاومة، وهو تضارب يوسع حدود المواجهة الروسية الأمريكية، حيث الصراع الجيوسياسي التقليدي في البلقان وأوروبا يتصاعد هو الآخر. تتصاعد مع الصراع القطيعة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، حيث التشاور والتفاهم والتنسيق ستصبح كلها في حكم المعلق إلى أجل غير مسمى بعد بلوغ الخلافات ذروتها بسحب أوراق الاعتماد وتعليق عمل البعثة وإغلاق مكتب الارتباط. يفتح هذا التشنج في العلاقة مجالا أوسع للمواجهة وربما للخطأ القاتل أيضا. صينيا ليست العلاقة الأمريكية في أحسن حال، بل ثمة مؤشرات للتوتر أكثر. تكون صينية جزيرة تايوان وتوحيد الصين عنوانه الأبرز، في مقابل تمسك واشنطن بدعم انفصال الجزيرة رسميا أو ببقاء وضعها على حاله في أقل تقدير، ما يرجح المواجهة عاجلا أو آجلا. تشترك الصين إذن في محور الرافضين لسياسات واشنطن، وهي أحد أضلعه الثلاثة الأبرز، إضافة إلى روسيا وإيران. وقد عزز هذا المحور توجه أكثر صرامة تبديه إدارة الرئيس الإيراني الجديد تجاه واشنطن، انعكس إقليميا وحتى عالميا على صعيد مواجهة المحورين. فهل تراجع نفسها واشنطن أم تختار تصعيد مواجهة متعددة الأقطاب؟